السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه، يا رب تكونوا بخير وافضل حال. نوايا قيام الليل، احنا قلنا قبل كده يا احبابي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجار نوايا، يعني يا احبابي اي عمل صالح كانوا بيجددوا فيه النوايا، وقلنا قبل كده ان بكل نية اجر ان شاء الله، زي نوايا قيام الليل، نوايا تحضير الافطار، نوايا الصلاة، النوافل، نوايا الاستغفار، الصلاة على النبي، قراءة القرآن وهكذا. طب ايه هي يا نودي نوايا قيام الليل؟ مغفرة الذنوب، لنكون من المحسنين، لأنهم من صفات الصالحين، نيل عطاءات الله عز وجل، لاستجابة الدعاء، لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، النيل بثواب لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل مدح القائمين بقيام الليل، لأن قيام الليل من النوافل الجالبة لمحبة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، لنكون نعم العباد، لاستجابة الدعاء، لأن قيام الليل من أسباب استجابة الدعاء، لنكون من الشاكرين لله عز وجل، لأن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، قيام الليل من أسباب دخول الجنة، حتى نكتب من الذاكرين لله عز وجل، الفوز برحمة الله عز وجل، التأسي بالصالحين، قيام الليل شرف المؤمن، لنكون ممن يضحك الله عز وجل إليهم، النجاة من الغفلة والفوز بأجور عظيمة، نقوم الليل حتى نتقرب لله عز وجل، ليشفع لنا القرآن الذي نقرأه في قيام الليل. طيب يا نودي، مين أصلا هيفتكر كل النوايا دي؟ في ناس هتنوي أكتر من كده كمان، بس على الأقل انا هسيب لكم ان شاء الله ده مكتوب في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت، يعني ممكن تبص فيه قبل قيام الليل، تتذكري 200 3 5 10 زي ما تقدر ان شاء الله، وربنا يتقبل منا واياكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.